السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب الوديعة من كتاب البيوع. والوديعة هي الأمانة، الوديعة هي الأمانة، وهو وضع المال عند شخص ليحفظه، وضع المال عند شخص ليحفظه. الأمانات هي الودائع. وإذا كنا نقول ودعتك الله يعني أمنتك الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف ما يسميه الناس اليوم وديعة. الوديعة عند الناس اليوم هي إما أن تكون قرضا وإما أن تكون مضاربة. إن كانت وديعة ربوية فهي قرض ويأخذ عليها فائدة، وإن كانت وديعة غير ربوية فهو مضارب يعملون له بها بالتجارة ويأخذ عليها أرباحا. أما الوديعة في كلام أهل العلم فهي الأمانة، الوديعة في كلام. ولذلك يجب أن ننتبه ونفرق بين أحكام الودائع التي يتكلم عنها أهل العلماء وبين التي يتكلم عنها الناس اليوم في يعني عرفهم. وذلك حتى لما تكلمت كنتم تذكرون عن الكفالة، والآن الكفالة عند الناس لما يقول فلان كفل فلانا يعني يدفع عنه إذا لم يدفع، مع أن الكفالة عند الفقهاء هي الكفالة إحضار البدن وليس ولا يدفع عنه، وإن ذاك الضمان الذي يدفع عنه إذا لم يدفع، وغير ذلك من المسميات الشرعية التي قد لا ينتبه لها الإنسان. على كل حال، الوداع هي الأمانات، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذي والله تبارك وتعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهي الودائع، هي الأمانات هي الودائع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانت قريش تضع أماناتها عنده، أي الودائع. ولما أراد الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه أمر عليا أن يبقى في مكة ولا يهاجر معه حتى يرد الودائع والأمانات إلى أهلها. فالقصد أن الودائع مشروعة، وهي أصلا هي حاجة للناس. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ماله بسبب سفر أو عدم وجود مكان آمن يضع فيه أمواله، أو يخاف من اللصوص أو ما شابه ذلك من الأمور، فيحتاج إلى أن يودع أمواله عند آخرين. فالقصد أن الوديعة مشروعة، الكتاب والسنة والعقل أيضا يدل على أن الودائع أمر مستحسن، وهي قد تصل إلى الوجوب بالنسبة لمن يودع عنده. إذا كان الإنسان مضطرا أن يودع عنده فهنا قد يجب عليه أن يقبلها، والأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها الاستحباب بالنسبة للمودع عنده. أما المودع فهي مباحة، يباح لك أن تودع مالك عند شخص، وليس المقصود بالمال هنا اللي هو المال النقدي، ممكن تضع مالا، ممكن تضع أثاثا، ممكن تضع سيارة، ممكن تضع دوابا، كل هذه ممكن تسمى مالا، كل هذه تسمى مالا، فهي تكون من الودائع. قال يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، إذا لابد أن تكون من جائز التصرف، أما غير جائز التصرف فليس له أن يودع. وذكر أمثلة، الطفل الصغير ليس له أن يودع لأنه لا يحسن، قد يودعها عند لص، قد يودعها عند من ليس بأمين، فهذا لا تصح منه الوديعة، لا تصح منه الوديعة، الطفل الصغير. وكذلك المجنون لا تصح منه الوديعة، وكذلك السفيه لا تصح منه الوديعة، ولا يجوز لك أن تقبل وديعة من مجنون أو وديعة من طفل أو وديعة من سفيه. لماذا؟ قال لأنه لا يحسن أن يضع الوديعة، لذلك وجب على من أودي عنده مال من سفيه أو مجنون أو صغير أن يرده إلى وليه، يذهب إلى وليه يقول ترى جاني ولدك وعطاني هذه الأموال، قال أودعها عندك تفضل أنت وليه، فلا يجوز له أن يقبل الوديعة، لا يجوز أن يقبل الوديعة. وكذلك هو إذا أودع، إنسان عاقل بالغ راشد ما فيه إلا الخير، وذهب إلى طفل وقال أريد أن أودعك هذا المال، أستودعك هذا المال أو أؤمن عندك
أتمنك على هذا المال، أو ذهب إلى مجنون، أو ذهب إلى سفيه. ثم بعد ذلك الطفل هذا ضيع المال، أو المجنون ضيع المال، أو السفيه ضيع المال، لا 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 يضمن وليه. لماذا؟ قل أنت ليش تعطيه مجنون؟ أنت مقصر. فالمودع هنا هو مقصر، لا يجوز له أن يضمن الصبي. يقول أنا أمنت ولده، كم ولده كم عمره؟ قال عمره 7 سنوات، وعطيته 1000 دينار قلت خشها لي. كان ما يفهم، هذا طفل صغير. أنت تتحمل أن تودع مالك عند طفل صغير، أو يضع ماله عند مجنون، أو يضع ماله عند سفيه لا يحسن التصرف؟ هو المسؤول هنا. والعكس صحيح، لو جاءه المجنون أو الطفل أو السفيه وأودع المال عنده لا يجوز له أن يقبله، لا يقبله، وإنما لو أخذه منه من باب الحفظ ويذهب به يعطيه لوليه، سواء كان الولي أبا أو أخا أو ولي شرعي، يعني القاضي أو غيره. فالمهم أن الودائع تكون من جائز التصرف لمثله، يعني المودع جائز التصرف والمودع عنده أيضا جائز التصرف، فخرج كما قلنا الطفل والمجنون والسفيه. واختلفوا في العبد، هل يجوز أن يودع ويودع عنده أو لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز العبد أن يودع ولا أن يودع عنده، لأن العبد أصلا لا يملك، فإذاك لو أودعت عنده أخذها منه سيده أو شيء، أو أنه أودع عندك شيئا لا يملكه، قالوا إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده، إذا أذن سيده فلا بأس بذلك. نعم. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حفظ مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. نعم، يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها، يعني إذا أعطيتك وديعة وقلت لك هذه أمانة عندك سآتيك بعد سنة لأخذها، يجب عليك أن تحفظها في حرز مثلها. فلو كان مالا تضعها في التجور مثلا، لو كان سيارة تضعها عند الباب أو في يعني بخار البيت اللي هو الجراج أو كذا تضعها فيه مثلا، إن كان كتبا فتضعها في المكتبة، إن كانت آنية تضعها في المطبخ مع الآنية. يعني المهم أن تجعلها في مكان آمن حرز مثلها. أما أعطيك مالا تجعله في الديوان والناس داخلة طالع على الديوان، وإن طالع راح المسجد وراد من المسجد والديوان مفتوح، بعدين تقول والله سرق المال، نقول أنت ما وضعته في حرز مثلها، وين أحطه؟ حطه مع فلوسك في تجوري وأقفل عليه أو كذا، أو صندوق أمانات في بنك أو ما شابه ذلك. المهم أن يضع الوديعة في حرز مثلها. أنا أعطاك مثلا شاتن تضعها مثلا، وعندك غنم أنت تحطها معاه في الجاخور مثلا في حوش الغنم مثلا، أعطاك بقرة مع البقر، أعطاك آنية تضعها أيضا مع الآنية في المطبخ. المهم أن تحفظها في حرز مثلها، أو تعطيها من يحفظها، يعني إما أن تحفظها أنت أو تعطيها من يحفظها، تخليها مثلا عند زوجتك عند أخيك. المهم أن تضع، وعادتك أنت أن تحفظ هذه الأمانات عند هؤلاء، فلا مانع هنا أن تودعها عند غيرك ممن يحفظها. نعم. قال وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. نعم، إن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، يعني ما هو العذر؟ عذر مثلا شعر بالموت، مرض الموت، جاءه مرض الموت وعنده وديعة لشخص، فأين يضع هذه الوديعة؟ فرجل من جيرانه أجنبي، يعني ليس زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم، هذا أجنبي. طيب، فقال لجاره أو صديقه أو رجل يعرفه، قال هذه وديعة فلان أعطها إياه، ومات مثلا. طيب، هنا مضطر لأنه جاءه مرض الموت، فلازم يخبر أحدا أن هذه وديعة لفلان فيضعها يعطيها إياه. هنا لا يضمن، لا يقال مثلا، وأقصد يعني لو فرضنا أن الثاني ذاك سرقها أو أنكرها، لا يضمن هنا. لماذا؟ لأنه ليس باختياره، وإنما لعذر، وهو حضور مرض الموت، أو أنه حكم عليه بالسجن مثلا أو كذا، أو جاءه لصوص وأخذه فأخذها وأعطاها فلان، قال هذه لفلان،
أخفها، أعطيها لفلان. كل هذه المهم إذا كان لعذر، إذا كان لعذر وأعطاها لأجنبي غير زوجة وعبد وابن وكذا فلا يضمن. كذلك لماذا؟ قال لأنه مؤتمن. أنت الآن عندما وضعت وديعتك عنده بناء على ماذا؟ بناء على أنه أمين. وإلا مو معقول أن الإنسان يضع وديعته عند أي شخص، لا تضعها إلا عند من تثق به وترى أنه أمين. إذن هو في نظرك أمين ويجب أن يكون كذلك وأن تعامله على أنه أمين وهو كذلك أمين. فإذا تصرف بهذه الوديعة لظرف طارئ لا يحاسب على هذا. لماذا؟ لأنه أمين عندك. والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، وهذا إنسان محسن. وإذا قلنا المودع بالنسبة له إيش؟ مباح أن يودع. المودع عنده يستحب له لأنه يساعد أخاه المسلم أن يضع وديعته عنده، فهو إذن أمين عندك. فما الذي جعله غير أمين؟ فالقصد أن المودع عنده إذا أعطاها لأجنبي لعذر فإنه لا يضمن عند ذلك. نعم. نعم أكمل. فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها، خوف خوف أو لا فحصل خوف وأخرجها إيه؟ وأخرجها أو لا أو لا أو لم يحدث خوف يعني إيه؟ لم يضمن. نعم يعني لم أصلا لم يخرجها. نعم أكمل. نعم إنسان وضع وديعة عند شخص، خالد وضع وديعة عند عمرو، فعمرو الآن يجب عليه أن يحفظ له هذه الوديعة. الذي حصل ماذا؟ الذي حصل أنه خاف على هذه الوديعة أن تتلف مثلا، شب حريق في البيت والوديعة عبارة عن مثلا شات خروف عنده في البيت واحترق البيت، أخرج الخروف خارج البيت حتى لا يحترق لا يموت هذا الخروف مثلا، فأخرجه على أنه يرجع يأخذه ثم ضاع هذا الخروف، أو أخذه أحدهم مثلا، أو جاءت سيارة وصدمته ومات، أي سبب الأسباب. المهم أنه أخرج هذه الوديعة من حرزها لحفظها. يعني أهم شيء هنا ماذا؟ النية. لماذا أخرجها مثلا من التجوري مثلا أعطي مالا وهجم عليه اللصوص ويدري أن اللصوص يجبرون عنه يفتح التجوري، فراح فتح التجوري قبل ما يوصل للصوص وأخرج الوديعة مثلا وضعها في مثلا رماها في بيت جاره حتى لا يراها اللصوص، فلما أخذ اللصوص ما أراد وكذا لم يجد، ذهب إلى بجار لم يجدها، راحت طلع جيران اللصوص مثلا، طيب وراح يأخذها ما وجدها. طيب ماذا هل يضمن هذا أو لا يضمن؟ الأصل أنه لا يضمن لأنه أمين، لأنه أمين كما قلنا ما أودع عنده إلا هو أمينه. فإذا جاءه صاحب وقال أين وديعتي؟ قال والله شب حريق في البيت وأخرجت الشات وسرقت أو صدمت أو ماتت، أي سرقت اللي يكون، طيب أو ضاعت أو كذا. طيب المال أين وضعته؟ المال والله رميته في بيت جاري على أساس أذهب وأخذه بعد أن يذهب اللصوص، ولكن لما ذهبت لم أجده ولعل أحدا أخذه. في كل هذه لا يضمن. لماذا؟ في الأصل أمين، في الأصل أمين. ماذا يفعل؟ يعني لو كنت أنت مكانه ماذا تفعل؟ هل تتركه حتى يسرق؟ هو بذل جهده بحيث أنه لا يسرق هذا المال من قبل اللصوص، أو لا تموت هذه الشاة بسبب الحريق أو فلذلك هو محسن في النهاية.
هو محسن، فلذلك لا يضمن، لا يضمن، حاول قدر ما يستطيع أن يحفظ لك هذه الأمانة. طبعا ممكن يكون كذاب، لأن أنت تظنه أمين وصار غير أمين، فذهبت اشتكيت عليه، فقال له القاضي مثلا أين وديعته التي أودعك إياها؟ قال والله جاءني لصوص ورميتها في بيت جاري، ولكن لما ذهبت أخذها لم أجدها. القاضي ماذا فعل؟ أنت القاضي شو تسوي؟ ماذا تقول له؟ خلاص مقبول، مقبول كلامه، مقبول كلامه. طيب لو قال احترق البيت وكذا تصدقه؟ طيب احترق البيت ورنا البيت، لأن هذا أمر إيش؟ أمر ظاهر. طيب فإذا ادعى شيئا لا يغيب عن أذهان عن الناس، قال احترق البيت، سقط البيت كذا، ورنا البيت. فإذا أراه البيت محترق نعم قبل، أما إذا أراه مو محترق قال لي يعني احترق شوية، بين أنه شنو؟ أنه لعاب، واضح؟ لكن إذا ادعى قال جاء لصوص، ممكن؟ ممكن. فالقصد أن القاضي هنا يشوف الحالة بشكل عام، إذا ذكر سببا مقبولا الأصل أنه أمين ويقبل قوله، وإذا ذكر سببا غير مقبول فهنا القاضي ممكن يقول لا أنت تكذب، ما احترق، عطني واحد من جيرانك يقول لنا البيت احترق، ما الدليل على أن البيت احترق؟ متى احترق؟ من الذي أطفأ الحريق؟ من الذي أصلح البيت بعد أن احترق؟ وهكذا. فالمهم إن ادعى شيئا يمكن أن يخفى على غالب الناس يقبل قوله، وإن ادعى شيئا لا يخفى على سائر الناس شيء ظاهر وكذا لا يقبل قوله في مثل هذه الحالة، فينظر في حالة. طيب لو كان صاحب المودع قال له شوف لو هجم اللصوص، لو احترق البيت، لو حصل ما حصل لا تخرجها، لا تخرجها، نهاه يعني أعطاه هذه، قالوا حتى لو قال له ذلك وحصل حريق في البيت طيب فأخرجها لا يضمن في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن وأراد حفظها لصاحبه إن أثبت أن البيت قد احترق. نعم. يقول وإن أخرجها لغير خوف ضمن، يعني ليش أخرجتها من مكانها؟ قال والله قلت سبحان الله يمكن يجي لص يمكن يجي كذا فأخرجتها من مكانها، ما في لص، الأمور طيبة وأمان وكذا، قال لي بس كذي احتياطا. لا هنا يضمن، هنا يضمن لأنه قال له لا تخرجها من حرزها فأخرجها من حرزها. نعم. قال وإن قال له لو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لم يخرجها فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه أراد حفظها، أراد حفظها وهو أمين عند صاحبها. نعم. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب، ونحن اللي قلنا ألقاها في بيت جاره كذلك لم يضمن. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمن، يعني لو أعطاه الشاة أو البقرة أو الناقة قال خل ناقتي عندك مثلا بدو بالبر مثلا وهذا عنده مصلحة ولا شيء، قال هذه نياقي خلها عندك على ما أجي احفظها لي، أو حتى لو كان في البلد وعطاه بقرة ولا خروف أو الدجاج أو الحمام وقال لا أضمنها خلها عندك على ما أجي أنا سأغيب أسبوع أو كذا وآتي، قال حياك الله أبشر وراح، وخلال الأسبوع لا قدم لها أكلا لا ماء لا كذا حتى افطست وماتت. فجأة قال والله ماتت، شلون ماتت؟ وعطيتها طعام؟ قال لا والله ما قلت لي أعطها طعام ولا قلت لي أعطيها، لا هنا هذا مفرط، هذا إيش؟ هذا مفرط، فإذا كان في تفريط أو تعدي فإنه يضمن. فالخروف عنده صار الأسبوع ما يوكله ولا يشربه ولا كذا ويقول والله مات من الجوع، قال ليش ما وكلته؟ قال ما أعطيتني فلوس وكله أو ما قلت لي وكله، لا يضمن هنا، يضمن لأن هنا في تفريط في حفظ الأمانة. نعم. ممكن في قضية طريقة ثانية وهو أن يطعمه ويكتب
اشتريت له علف بكذا ثمن، اشتريت له ماء بكذا ثمن، يحسبها عليه ولا جاء قال تبي وديعتك ادفع لي فلوس اللي انا صرفتها على هذا، ما في بس حق. لكن انه يتركها حتى تموت ثم يقول انت ما اعطيتني ما اطعمها او ما اعطيتني ما اسقيها، فهذا لا يقبل كلامه في هذا. نعم. يخف فإن تعذر ولم يخف عليها معه، ما خاف يعني، ولم يخف عليها معه بالسفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة. نعم. يقول إن أراد المودع السفر، أراد المودع السفر قال رد الوديعة إلى مالكها. طيب أنا وضعت عندي وديعة، الآن أنا أريد أن أسافر، أذهب إلى الذي أودع عندي قلت تفضل هذه وديعتك أنا سأسافر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رد الودائع إلى أهلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه يختلف، أنه أرادوا قتله فوضعها عند أمين وهو علي رضي الله عنه. إذن إما أن يردها بنفسه إلى صاحبها، يقول أنا سأسافر ولن يكون هناك من يحفظ لك هذه الوديعة أو أخشى عليها من التلف أو الهلاك، أو أن يضعها عند من يثق عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، حيث جعل عنده ودائع قريش وقال ردها عليهم. إذا لم يخف عليها، يعني البيت مسكر وهي بتجوري ومقفول وكذا، ما في مشكلة يذهب ويرجع. إن خاف عليها ردها إلى صاحبها. إذا لم يجد صاحبها وخاف عليها ذهب إلى الحاكم، الحاكم اللي هو القاضي، فيقول هذه وديعة فلان وأنا سأسافر ولا يوجد من يحفظها، تفضل أنت القاضي، أو إلى ثقة من أصدقائه أو جيرانه أو كذا، يقول أنا سأسافر وفلان غير موجود وهذه وديعته ضعها عندك. المودع يودع عند آخر، إما عند القاضي وإما عند من يثق به. نعم. قال ولا يظلم مسافر مودع فسافر بها فتلفت بالسفر. نعم، لا يظلم مسافر أودع، يعني الأصل أنت عندما تودع عند شخص تودع عند شخص مستقر، لكن إذا واحد جاء إلى مسافر، هو مسافر وهذا مسافر، جاء وأودع عنده، السفر قطعة من العذاب، والسفر المسافر ليس عادة عنده مكان يودع فيه أو يضع فيه الودائع أو كذا، لكن أنت مضطر مثلا أو ليس مسافر أودعت عند مسافر فتلفت، لم يضمن، لأن السفر ليس مكان مستقر بحيث أنا أضع الوديعة في مكان لا تضيع وفي حرز مثلها، لا يمكن أن أضعها في حرز مثلها، لأن أصلا أنا إيش، أنا مسافر. فعندما يأتي شخص ويودع عند مسافر يقول أنا مسافر كيف تودع عندي، لا أستطيع، لأن قلنا في البداية عليه أن يضع في حرزي مثلها، هو لن يضع في حرزي مثلها، لماذا؟ هو مسافر الآن، فيعطيه الناقة يأخذها يجرها معه، يعطيه المال يحطه في جيبه وقد ينام هذا المسافر، يعني ما هو حرز ظاهر هذا. طيب، أو يعطيه آنية فينام يخليها بجانبه وليس في باب مغلق وكذا. فالمسافر إذا أودع لم يضمن لأنه لا يستطيع أن يضعها في حرزي مثلها. نعم. قال رحمه الله وإن تعدى المودع في الوديعة بأن وكلها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار قابلا. نعم. الأصل أن الوديعة لا يمسها المودع، المودع عنده لا يمس الوديعة، فإذا أنت أودعت عنده فرسا قلت هذه الفرس أنا سأسافر، تكون عندك مع خيلك مثلا أسبوعين وراجعنا، فهذا
إذا كان يعني طبعا لابد أن يعلفها وكذا وكذا، راح يبي يركبها، يركب الفرس يبي يجربها مثلا أو كذا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. فلو ركبها وسقطت في حفرة مثلا وانكسرت رجلها يضمن، أو ركبها وانطلق وجوه ناس وأمسكوه وأخذوا الفرس منه يضمن. لماذا؟ متعدي، متعدي. هو قال له احفظها عندك، ما قال اركبها وتمشي فيها. لكن إذا كان ركبها ليدربها مثلا، خاف أنها تصير خاملة مثلا، طيب هنا في سبب. أما بدون سبب بس يبي يكشخ فيها مثلا أو يبي يجرب الفرس أو كذا، لا يجوز له ذلك، لأن هذه أمانة، والأصل أنه لا يمس هذه الأمانة. أو أعطاه كيسا فيه دراهم ومسكر مقفول مثلا أو مختوم أو كذا، قال هذه الدراهم دعها عندك حتى آتي، راح قال بفتحها بشوف كم فيها وكذا. طيب أول تشوف كم فيها قبل ما يعطيك، أو عندما أعطاك تقول له كم فيها، افتحها دعني أرى ما فيه. لكن قبلتها هكذا تجعلها هكذا، ليس له الحق أن يفتح. طيب لو فتحها وما على شيء، لو فتحها، لكن لو فتحها وتلفت أو سقطت أو لم يستطع إعادة ربطها مثلا، أو جاء أحد وسرق منها، يضمن. لماذا؟ متعدي، متعدي. طالما أنها وديعة، الأصل أنه لا يجوز له أن يمس هذه الوديعة. نعم. قال رحمه الله: حرم عليه وصار ضامنا، ووجب عليه ردها فورا، ولا تبود أمانة بغير عقد متجدد. نعم. يقول: إن حل الكيس حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها. الآن خلاص دام أنك تعبثت تردها عليه حتى يعيدها لك مرة ثانية ويجعلها وديعة، لأن الآن ما صارت وديعة، الآن ما صارت وديعة، طالما أنك تعديت، طالما أنه تعدى وجب عليه أن يردها إلى صاحبها. فإذا قال لو صاحبها خذها مرة ثانية وتكون عندك وديعة، بس انتبه لا تركبها، أو أذن له في ركوبها انتهى الأمر. لكن إذا قال لا تركبها أو السيارة لا تقودها، طيب وجب عليه أن يلتزم بهذا الأمر. نعم. قال: وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. هذا مسحور. هذا مسحور، أعطاه الأمانة الفرس زين أو السيارة مثلا، قال السيارة تكون عندك لمدة 10 أيام، أنا مشغول هاليومين وهذا وما عندي مكان أضع هذه السيارة، خلها عندك في الجراج مثلا في مظلة أو كذا، حتى هو طاجي ولا صاحبي يتمشى بالسيارة، فلان هذه وديعة، قال والله قلت بجرب السيارة وكذا، لا ما يصلح، هذه وديعة ما ليس لك الحق أن تقودها، قال خلاص خذها، أخذها بعدين رجع لها خلها عندك وديعة، ساحرة. زين رجع وحطها عنده وديعة، بعد يومين ولا هم طالع فيها السيارة، فقال لي بشوف كل ما خنت هي أمانة عندك مرة ثانية، بس اعقل شوي، خف شوي على الخيل، خف شوي على السيارة، خف شوي على الفلوس، مو ساعة تطلعها مو ساعة، لكن مهبول كسر وجاء وعطاه إياه. فقال آخر شيء يوم يأس منه قال لي بشوف، لأنه إذا استعملها أو كذا ما صارت وديعة، طيب وجب عليه ردها إلى صاحبها، وراح ردها صاحبها قال والله أنا ترى ما قدرت أمسك نفسي وكذا، قال يلا خذها مرة ثانية وديع عندك. آخر شيء لما تعب منه قال شوفي به كلما خنت فهي أمانة مرة ثانية، يلا توكل على الله. فهنا خلاص تثبت كوديعة وأمانة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والمودع ولي لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. نعم. إذن المودع أمين، المودع أمين، هذا هو الأصل. والله تبارك وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. فالأصل أنه مؤتمن، فلا يضمن في الأصل، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خان. تعدى، تعدى مثلا كما قلنا قبل قليل ركب الفرس أو ركب السيارة وبدأ يقودها وبدأ، هذا تعدي. أو فرط لم يضعها في حرز مثلها، المال خلاه بالديوانية بالصالة، السيارة خلاها شغالة ومشى عنها مثلا، هذا تفريط، هذا تفريط.
أو خان استعمل هذا يعني وأودع عنده 1000 دينار أخذ 500 منهم وتصرف فيها مثلا. طيب هذه خيانة أمانة، هذه خيانة أمانة. فهنا في هذه الحالات الثلاث يضمن، أما الأصل هو مؤتمن، الأصل أنه مؤتمن لا يضمن إن حصل أي شيء لهذه الوديعة. نعم. لم يقبل إلا بيمين ببينة، لم يقبل إلا ببينة. نعم. كل أمين. نعم. يقول ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يعني إذا قال فرط قال ما فرط، يقول اقسم بالله أنك ما فرط، يقول والله ما فرط، تعديت والله ما تعديت، خنت والله ما خنت، يقبل قوله. إذا حلف يقبل قوله. يقول طيب سرقت، يقول أنا ما فرت، كنت مسكر التجوري وسرقت، إيش أعمل لك؟ قال احلف إنه مسكر، قال والله مسكر، احلف إنك ما تعديت، والله ما تعديت. طبعا هذا الحديث كله أن الأمانة راحت، والآن هو يطالبه بالتعويض، يقول عوضني عن الأمانة. قال لا، أنا مؤتمن لا أضمن، الأصل أني لا أضمن. قال تضمن إن تعديت أو فرطت أو خنته، صح ولا لا؟ قال يضمن في هذه الثلاثة، اقسم أنك ما فرطت، والله ما فرطت، اقسم أنك ما تعديت، والله ما تعديت، اقسم أنك ما خنت، والله ما خنت. يقبل يمينه، يقبل يمينه إذا حلف على هذا. نعم. قال وفي إنها تلفت، أين الشاة التي وضعت عندك؟ ماتت. كيف ماتت؟ ماتت، جيت ولا تفاقق وماتت ورميتها أو طيب هل يقبل قوله ماتت ورميتها؟ يقبل، هو مؤتمن، هو مؤتمن، خلها عنده، بعد أسبوعين جاء وصار لها 10 أيام ماتت وخدتها ورميتها وكذا، يقبل قوله مع اليمين، مع اليمين. فيقبل قوله بيمينه في أنها تلفت هذه الوديعة. وإن ادعى أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، إذا قال لا ما قلت لك أنا أدفعها لفلان، قال بلى قلت لي أدفعها لفلان، قال ما قلت لك أدفعها لفلان، مصدق، لأنه في الأصل عنده إيش؟ عند أحد، ما حد بيأمن عند أحد. طيب فقال له أنا ما أذكر أني قلت لك، لا قال قلت لي. يقبل قوله لأنه عنده إيش؟ أمين. فيقبل قوله أني دفعتها لفلان. قال وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا يبينه. إذا قال له مثلا أين الوديعة؟ أودعت عندك مثلا 1000 دينار. طيب قلت لك أين 1000؟ غدا. اصبر علي شوي. لا يماطل بعدين بعد أسبوع، اصبر علي مشغول الحين كذا كذا، بعدين بعدها قال أنا رادها لك. طيب رادها لي ليش قاعد تماطل؟ فهذه المماطلة تثير إيش؟ شكا أنه يكذب، وإلا لو كانت عندك من أول يوم يقول إيش؟ رددتها عليك أو أعطيتك إياها أو قلت لي أعطيها لفلان. فكونه يماطل هذه علامة استفهام عليه في أنه إيش؟ يكذب في دعواه أنه ردها إلى صاحبها، هذه تدل على أنه يكذب في دعوة رد. طيب إذا الورثة قالوا رددناها، يعني أنا أودعت مالي عند زيد، أودعت مالي عند 10,000 دينار وضعته أمانة عند زيد، زيد مات ممكن مات زيد. فجئت إلى أولاده الورثة، على كل حال أبوه أمه زوجته أولاده إخوانه أي الممرثة، فقلت لهم عندي لي 10,000 عند أبيكم عند زيد. قالوا سلمناها لك. قالوا سلمناها، أنت استلمتها؟ قال ما استلمت. قال استلمتها. فذهبوا إلى القاضي، فالقاضي يقول لهم
أين الأمانة؟ قالوا سلمناها له. هو يقول ما سلمون شيء، وهم مقرون أنه لا أمانة عند أبيهم، لا يقبل قولهم. لماذا؟ غير مؤتمنين. هو لما وضعها عند زيد قلنا زيد مؤت، لو قال زيد رددتها لك قلنا إيش؟ يقبل قوله. لماذا؟ لأنه أمين عنده. فيقول هو عندك أمين، شو اللي خلاه يصير كذاب؟ ليش الآن تتهمه بالكذب؟ أنت ما وضعت عنده الوديعة إلا وأنت ترى أنه أمين، ما الذي جعله كذابا؟ الأصل أمين، فليس لك الحق أن تتهمه الآن بالكذب. لكن عندما يقول ورثته نعم هو أودع عند أبينا 10,000 لكن رددناها له، هم غير أمناء عنده، يقول أثبتوا أنكم رددتموها، أثبتوا أنكم شهود أو توقيع وقع أن استلم هذا المال. أما دعوى الأولاد أو الورثة بشكل عام يدعوا أنهم ردوا هذه الأمانة، لا يقبل قولهم. لماذا؟ غير مؤتمن. والأصل أن في وديعة، والأصل أن في وديعة، الذي يدعي أنه سلمها هو الذي عليه البينة، هو الذي عليه، فتطلب منهم البينة. طيب، يقول أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة. ما هي البينة؟ البينة إما شاهدان رجلان فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب، أو اليمين مع شاهد واحد. إذن إما شاهدان، إما شاهدان رجلان، وإما رجل وامرأتان، وإما رجل ويمين. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. البينة هي شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، رجل ويمين يحلف، يعني يحلفون أنه رددناها له ويشهد فلان، والله رددناها ويشهد فلان. فهنا يمين وشاهد، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين مع الشاهد، اليمين مع الشاهد، فهذه هي البينة التي تقبل منهم. نعم. قال وكذا كل أمين، يعني كل أمين زين يكون حكمه كذلك. نعم. وكذا كل أمين. قال وحيث أخر ردها بعد طلب بدع ولم يكن لحملها مبنى ضرب. نعم، يعني الأصل كل من ماطل في رد الأمانة يضمن، كل من ماطل في رد الأمانة يضمن، هذا الأصل. ولا لماذا لا تردها؟ فيك شيء، فيك شيء، لماذا لا ترد هذه الأمانة؟ إلا إذا قال لا أنا ما أستطيع أن أرد، خاصة إذا كانت الأمانة مثلا هذه خلينا نقول خيل وتبي لها سيارة للنقل مثلا، أو غنم تبي لها سيارة للنقل، أو أثاث، يقول أنا ما أملك أني أحملها، هم مفروض يجون يأخذونها مثلا أو كذا، فيقول أنا كنت أنتظر السيارات حتى تأتي لنا في مؤنة لنقلها، في مؤنة لنقلها، هنا قد يقبل قوله، وإلا الأصل لا يقبل قوله. نعم. قال ولم يكرها على دفعها لغير ربها لم يقبل. نعم، كذلك إن أكره، لأن حتى رب هذه الوديعة يعني مالكها، أنا مثلا عندي 10,000 دينار، جاءني إنسان وجعل البندقية في رأسي، قال أعطني 10,000 وإلا قتلتك، ماذا أفعل؟ أعطيه، تفضل هذه 10,000 ولا تقتلني. طيب لو المودع عنده جاءه إنسان وأكره أيضا، قال تعطيني الوديعة اللي عندك ولا أقتلك، أيضا يعطيه. فكما أن صاحب المال يجوز له أن يدفع هذا المال لحفظ نفسه، كذلك المودع عنده إذا أكره على دفع هذه المال أو الوديعة بشكل عام، سواء كان مال يعني أقصد مال نقدي، أو كان شاة أو بقرة أو ناقة أو أي شيء، أو أثاثا أو اللي يكون، طيب المهم أكره، فإنه لم يضمن. لماذا؟ مكره، هو ما قصد الخيانة ولا تعدى ولا فرط، لكن أكره على تسليمها لهذا الذي أكرهه، فلا ضمان عليه. نعم. قال وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قدرها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمين. نعم. نعم،
إذا قال نعم هو جعل عندي 1000 دينار وديعة ولكن لا سلمتها له أو ضاعت أو كذا أو تلف، يصدق بيمينه، يصدق ولكن مع اليمين، لأنه كما قلنا إيش مؤتمن. نعم. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال بل قسطا أو عارية مضي. نعم، يعني إذا المودع عنده قال قبضت منه 1000 ثم قال لكنها لم تكن وديعة غصبا، أخذتها منه غصبا، هنا اختلف الأمر، الغصب يجب عليه إيش أن يرده، أو قال قرضا هنا وجب عليه أن يرده. فإذا هو غير، إذا قال لا هي وديعة لم يضمن، إذا قال غير وديعة غصبا أو كذا فإنه يضمن في هذه كلها. نعم. قال باب إحياء الموات. قال رحمه الله: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو ملك فيها أثر ملك وعمارة تنخرة التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مال، فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وغار. نعم. إحياء الموات، الأرض الميتة هي التي لا يعلم لمن، ومندرسة يعني تالفة، الأرض ليس فيها عمار وليس فيها بنيان وليس فيها شيء. طيب، هذه الأرض الخراب التي لا يعرف لها مالك ولا فيها بنيان ظاهر ولا شيء، هذه الأصل أن من أحياها ملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا هو الأصل، أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا جاء إنسان إلى أرض ميتة فأحياها تملكها ولو كان ذميا، ليس فقط المسلم، حتى الذمي إذا أحيا أرضا ميتة ملكها بإحيائه لها. يقول: وهي الأرض الخراب الدارسة، يعني التي ليس فيها أثر ولا معلم، درس يعني تلف، التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر مالك أو ملك أو عمارة، كالخرب اللي احنا نسميها الأطلال، خرابة خلاص ما حد يجيها، تركت، هجرها أهلها من 100 سنة أو أكثر أو كذا، صارت خراب وكل أهلها خرجوا منها. طيب، أو ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولا يعلم لها مالك، من أحيا شيئا من ذلك فهي له، فتكون ملكا له. قال: ولو بلا إذن الإمام. طيب، إذن الإمام، إذا الإمام منع، الإمام هنا هو ولي الأمر، السلطان، الملك، هذا الإمام. طيب، هذا إذا منع قال لا يجوز لأحد أن يتملك أرضا، خلاص اللي يبي أرض يقدم طلب، مثل الحين بالكويت عندنا مثلا، ليس لأحد الآن يروح أي بر وكذا ويحوط الأرض ويبني فيها ويقول هذه أرضي ملكي. لماذا؟ لأن الإمام يمنع، ولي الأمر يمنع من ذلك. لكن لو كان قبل أن تستقرأ، قبل أن يمنع الإمام، فمن حوط أرضه ملكه، حصل أيضا في الكويت قديم أن الناس حوطتها وصارت لهم، أثبت أن هذه الأرض كانت لكم من فلان، يجيب شهود وكذا أو عنده أوراق، هذه الأرض اللي حوطتها، ويأتينا كيف يحييها يعني، لكن القصد أن هذه الأرض صارت لي فلان، هي أرض كانت ميتة وأخذها، فتكون ملكا له. ويدخل في هذا أيضا الآن تشوفون أنتوا الحين لما في البر مثلا، في البر أو البيوت التي تهدم مثلا، طيب
في البر المخيمات مثلا يخيمون وهذا وكذا، وبعدين يشوفون يمشون يتركون بعض الأغراض، يتركون بعض الأغراض هذه مثلا، هذه الأغراض اللي يتركونها هذه هل يريدونها أو لا يريدونها؟ عادة لا يريدونها لأنهم تركوها متعمدين، تركوها متعمدين، فلا يقال هذه الأرض الآن لهم وما فيها لهم أبدا. ولكن هذا إن شاء الله سنأخذه باللقطة عندما نتكلم عن اللقطة، لأن اللقطة والإحياء الموات بينهما يعني علاقة كبيرة جدا، فإن شاء الله تعالى نتكلم عنها هناك. لكن الآن أنه أخذ هذه الأرض ولو بدون إذن الإمام، لكن إن منع الإمام فهنا ليس له أن يتملك منها شيئا. فإذا تملك هذه الأرض أحياها فله ما فيها، يعني أنا جيت ولقيت أرض فضاء وأحييتها، ثم بعد ذلك حفرت في هذه الأرض كذا وجدت معدنا، وجدت ذهبا، ملكي خلاص، لأن أنا أصلا تملكت الأرض فتملكت ما تحتها أو ما فيها من الذهب والمعدن. نعم. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، يعني حتى الذمي، لأن الذمي عليه الخراج، الخراج اللي هو قيمة الأرض، إذا زرع أرضا مثلا يدفع عليها، ملك أرضا يدفع عليها خراج مقابل حمايته أو مقابل عيشه مع المسلمين، فيدفع الخراج أو الجزية كما هو معلوم. نعم. قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، يعني هذه الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في ثلاثة، الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، هذه الأشياء شراك الناس فيها، فإذا كان يمر به قار أو نفط أو ما شابه ذلك من الأمور هذه لا يتملكها، لا يتملكها، لأن هذه ليست داخل الأرض وإنما تمر بالأرض، وفرق بين ما كان هو في الأرض وما كان يمر بالأرض. نعم. نعم. السابلة اللي هم أبناء السبيل، هؤلاء اللي يمرون على الطرق مثلا، مسافرون مثلا، وقفوا في مكان حفروا وجدوا ماء، حفروا بئرا، هذه البئر الأصل أنها لهم، الأصل أنها، لكن هم أصلا غير مستقرين، هم غير مستقرين، هم سابلة، يعني يسافرون يطلعون من مكان، كل يوم لهم مكان، كل يوم لهم. هذا البئر الذي حفروه مثلا وانتفعوا من ماء، تركوه ومشوا لغيرهم أن ينتفع بهذا البئر، لغيرهم أن ينتفع، لكن لو رجعوا هم أحق به. لماذا؟ هم الذين حفروا، هم الذين حفروا، فيكونون أحق به من غيرهم. نعم. قال رحمه الله فصل ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط بليل أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يمكنه لم يملك، لكنه أحق به من غيره، ووارثه وبعده، فإن أعطاه لأحد كان له. نعم. الآن يذكر لنا كيف نحيي الأرض الموات، كيف يقال مثلا اثنان، هذا ذهب إلى الأرض وهذا ذهب إلى الأرض، هذا عمل بها وهذا عمل بها، هذا نقول أحييت هذه الأرض وهذا يقول لم تحي هذه الأرض. ما معنى أحيا أرضا موات؟ ما معنى أحيا أرضا موات؟ إحياء الأرض الموات إما أن يبني لها سورا أو يهيئها للزراعة بحيث أنه يحرثها، يزيل الأحجار التي فيها ويرتبها، ينظفها، أو يحفر فيها بئرا، أو يكون هناك نهر فيعمل جدول للنهر، خط للنهر بحيث يمر بهذه الأرض، هذا هو إحياؤها، هذا إحياؤها. أما إذا كان لا، جاء هذه الأرض وحط علامات مثلا على هذه أرضي، لا هذا ما هو إحياء، هذا ليس إحياء، أو حفر بئر ما وصل إلى الماء، هذا لم يحيها،
لم يحيها، طالما أنه لم يصل إلى الماء فإنه لم يحيها. طيب، فإحياؤها هو أن يحفر حتى يصل إلى الماء، أو يمد لها ماء، يمر بها ماء من نهر مثلا، أو يزيل ما يمنع من زرع، أو يغرس فيها نخلا أو زرعا، أو يحوطها، يبني عليها بناء سورا بحيث أنه يسكنها، هذا كله إحياء لها. أما مجرد أن يضع علامات يقول هذه أرضي، أو يضع سورا صغيرا دار مدارها يقول تملكتها بس لحد يجيها، هذا لا، هذا ليس إحياء، هذا ليس إحياء. هذا خلنا نقول إيش يسمونه، حجز، حاجز الأرض لكن ما أحياها، ما ملكها، حجزها ليملكها. فيقال له إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك عنها. واضح؟ إذا مثلا تنازع عليها هو وآخر، جاء آخر مثلا شاف محطوط علامات على هذه الأرض ومو شاريها بفلوس، أرض خلة، أرض في البر، جاء وضع عليها علامات، جاء إنسان آخر قام يحفر فيها مثلا، هذا جاء واشتكى عليه قال هذه أرضي، قال من جهة أرضك؟ قال أنا حط علامات، قال هذه علامات ما عندك شك؟ قال ما عندي، بس أنا أحييتها بوضع أحجار دار مدى، هذا ليس إحياء. طيب، فاحتكم إلى القاضي، القاضي يقول لي هذا أنت الذي وضعت هذه الأحجار؟ قال نعم. قال لماذا لم تحييها؟ قال والله ذهبت حتى أستلف بعض المال أو حتى آتي بالمعدات فوضعتها. يقال لي طيب أحييها الآن، يعطيه فرصة إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك عنها. فليس هناك شيء اسمه حجز أماكن، حوط يلا هذه لنا، حوط وهذه لنا، حوط وهذه لنا، لا ما يجوز. أحيي وخذها، أحيي هذه الأرض عليك بالعافية خذها. أما تحوط وتقول لي لا أبدا، أحييها تأخذها لك، هذا الأصل. أما إذا لم يحييها بس يحوط يقول لي لا يقبل منه ذلك. لكن لا شك طالما أنه هو الذي حوطها يقال له أنت أحق، لكن يعطيه فرصة مثلا شهر، إما أن تحييها خلال شهر تمد لها ماء، تحفر فيها بئرا، تغرس فيها شجرا، تهيئها لزراعة، تبني عليها حائطا، تأخذها، غير ذلك لا، ليس لك ذلك. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، إذا قال هنا المؤلف ويحصل إحياء الأرض إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها. فإن تحجر مجرد حجارة مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى الماء أو سقى شجرا مباحا، يعني شجر مهلة، الأرض أصلا فيها شجر طالع من نبت ربه وجاء وسقاه قال بس أنا تملكتها، لا، سقيك لها ليس تملكا لها، كزيتون أو أصلحه ولم يركبه، طيب يعني نظف الشجرة وكذا، لكن لا يطعمها، لا يعني ما يسمونه ما لقحها، طيب ما لقحها، فقط ان يعني نظفها قصها وكذا، هي مو انت اللي زارعها، هذه شجرة موجودة من قبل غيرك او احياها الله تبارك وتعالى، نبتت غيبان مثل ما يقولون. فهنا لا يتملك بهذه الطريقة، لكنه أحق به من غيره، أحق به، لكن يعطى فرصة يقال له أحيها أو دعها، أحيها أو دعها. ووارثه بعده أيضا لو مات حجرها ومات وجاء إنسان آخر أراد أن يأخذها، فيأتي الورث يقول نحن أحق بها، أحيوها، أنتم أحق لكن أحيوها، وإلا ارفعوا أيديكم عنها. طيب، فإن أعطاه لأحد كان له، هنا مشكلة، هنا هذا وضع أحجارا طيب وما أحياها، جاء إنسان آخر يريد أن يحيى، قال له هذه أنا وضعت هذه الأحجار، قال لها ليس إحياء لها، أحيها، قال له أنا ما أريد أن أحييها، ما أستطيع مثلا، ما عندي القدرة أن أحيي هذه الأرض، لكن ما أبيك أنت تأخذها، أبي فلان يأخذها. شو اسمك؟ عبد الله. قال عبد الله خذها، عبد الله ذك، لأن أنا أحق بها، طيب فأعطيها، كان عبد الله هو مكاني أحياها، عبد الله قال أنا مستعد أحييها، أعطني، أعطيته إياها، يجوز، يجوز أن أعطيها لعبد الله. لكن الكلام هل يجوز لي أن أبيعها؟ من قال بأن يجوز بيع الحق يقول يجوز بيعها،
ومن قال لا يجوز بيع الحق، أنت مجرد لك حق لأنك وضعت الأحجار، لك حق الحفر، لك حق تملك بعد الإحياء، لكن ليس لم تملكها بعد، فهل يجوز أن تبيع ما لا تملك؟ يعني من قال إنه بيع ما لا يملك قال إيش؟ لا يجوز البيع. ومن قال هو لم يبيعها وإنما باع حقه في إحيائها لأنه ملك أن يعطيها عبد الله دون بندر مثلا، فهنا نقول يعني له الحق في هذا. لكن على كل حال المذهب ليس له أن يبيعها وإنما أن يعطيها لشخص آخر فله ذلك. طيب، من حفر بئرا، انحفر بئرا، البئر إذا حفرت، إذا حفرت بئرا تملكها وتملك حريمها. حريم البئر، حريم البئر هي الارتداد، ارتداد البئر. الآن هذا المسجد، الآن هذا الباب الخارجي صح ولا لا؟ مو بعدين في سور خارجي صغير قصير، هذا يسمى حريم المسجد. الساحة الخارجية اللي بعدها سور قصير هذا يسمى حريم المسجد، يعني منطقة تابعة للمسجد وليست من المسجد، واضح؟ يسمى حريم المسجد، يعني منطقة. الذي يحفر بئرا ويصل إلى الماء يعطون 50 ذراع دار مدار البئر، 50 ذراع من هنا من هنا من هنا دار مدار البئر 50 ذراع، هذا حريم البئر تبعه، يصير يملك البئر ويملك إيش؟ 50 ذراع دار مدار البئر، يسمى حريم البئر، حريم البئر. لكن إذا حفر البئر ولم يصل إلى مائها فإنه يعطى 25 إلى أن يصل إلى الماء أو يدع، إلى أن يصل إلى الماء أو يدع. نعم. قال رحمه الله: من سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبل ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. نعم. إنسان يعني أخذ المباح مثل سدر في الشارع مثلا، مو ملك أحد، ويأخذ النبق اللي هو الكنار، هذا مباح، هذا مباح، اللي يأخذ اللي يوصل قبل يأخذ عليه بالعافية. ليش؟ أن هذا إيش؟ مو ملك أحد، مباح للجميع. يعني أذكر في بعض البلاد مثلا في هذا التين مثلا في الغابات، في ناس تلقط التين من الغابات تروح تبيعه مثلا، في ناس تاخذ من الغابات تروح تبيع مثلا، مباح، هذا مباح. كيف؟ في ناس تروح تاخذ العرفج مثلا زين والثندة وغيرها وكذا وتاخذها وتروح تبيعها. طبعا انت تتكلم اذا كان غير ممنوع مثلا، او السمر او الغضا او كذا ياخذه ويروح يبيعه، هذا مباح لانه في وسط البر، اللي ياخذه ياخذ عليه بالعافيه، فهذا ياخذه ويبيعه مثلا، هذا سبق الى مباح، سبق الى مباح، فله ذلك، فله ذلك، ومن حقه ان الا اذا صار منع مثل حمايه البيئه او ما شابه ذلك، الامام منع قال لا احد ياخذ شيئا او لا يجوز بيع هذه الاشياء، هذا موضوع اخر، لكن نتكلم على الاصل انه مباح له ان ياخذ ويبيع او يستفيد وما شابه ذلك من الامور. كذلك الذي قلنا قبل قليل اللي هو يعني شيء منبوذ، اللي قلنا قبل قليل مخيم، اطلعوا خلوا مثلا الكيربي مثلا تركوه مثلا، تركوا مثلا الحمامات مثلا، تركوا بعض الزل السجاد تركوه، او خيمه مهلهله مثلا قديمه تركوها، المهم يظهر لك انها ايش؟ متروكه ما يريدها اصحابها، فواحد جاء وقام ياخذ نعال مرميه مثلا بالشارع، واحد جاء اخذها مثلا، كل هذا اي شيء منبوذ من سبق اليه فهو احق به، لكن تاكد انه ايش؟ انه منبوذ. يعني بالامس اتصل بي احدهم يقول نحن نعمل مع البلديه، البلدي هو بالبلدية يشتغل، يقول مثلا المخيمات نهاية التخييم متى؟ آخر 3 آخر شهر مارس، أي نعم، قال آخر شهر 3 خلاص ما في تخييم، في ناس مخيم مو راضي تشيل خيامها،
فالبلدية تقول أزيل المخيمات هذه، تزال مخيمات، فيعطى أهلها إنذار، أو في الأصل أن عندهم إنذار أن آخر ثلاثة ستزال المخيمات بالتركترات مثلا بالسيارات، تزال هذه المخيمات. فهذا يسأل يقول إذا أزلناها الأغراض الموجودة هناك التي تركها أهلها، هل لنا أو لا يجوز لنا أن نأخذها؟ إيش رأيك يا عبد الله؟ ها؟ ليش؟ إيه؟ إيه بس بصفتك من تأخذها أنت؟ قالك خذ الأغراض؟ هو قالك أزل المخيمات، ما قالك خذ الأغراض، ها؟ هو أنت؟ ها؟ شو الرأي؟ عندك لا عندك أنت؟ إيه؟ إيه؟ ما في قائم؟ إزالة، جت الإزالة وأزالت، لكن بقت الأغراض، صندوق مثلاً مبيت، عرشون صندوق حديد، أحيانًا مكينة كهرباء، لأنهم مأمنين إنه فالتو مثل ما يقولون، عرشون يقولون آخر ثلاثة، لكن ما راح يقولوا، ما راح يشيلون شيء مثلاً. هل يجوز أخذ هذه الحاجيات؟ بكرة، بعد بكرة. ها. يعطى فترة يتأكد أنها منبوذة. إيه. شو الرأي؟ أي نعم. وهذا الصحيح أنه إذا تأكد أنها منبوذة وأن أصحابها لا يريدونها ويبين عليها مكينة كهرباء ما في منبوذة، صح ولا لا؟ في أشياء تشعر أنها منبوذة متروكة، وفي أشياء لا تشعر أن لا يعني سيأخذها أهلها. ففي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز أخذها إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنها منبوذة وأن أهلها تاركون لها، جاز لك أن تأخذها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.